صلة الأرحام وتحريم القطيعة، خطبة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 11 من شهر محرم لعام 440 الهجرة، ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كلامنا في هذا المقام المبارك عن وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها، والمراد بالرحم من اتصل به نسبك ذكورا وإناثا، والمراد بهم الأقربون، ومن قدر أن يوسع صلة الرحم وإن بعدت فذلك من فضل الله عليه. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والمراد بقوله إيتاء ذي القربى أن تؤتيهم وأن تعطيهم ما قدرت أن تعطيهم مما تفضل الله عز وجل به عليك، سواء كان مالا أو ثيابا أو طعاما أو شرابا
أو بخدمة تقدمها لهم أو غير ذلك، فهذا كله من صلة الرحم. ولو بالاتصال الهاتفي أو بإرسال السلام فهذا من صلة الرحم. والله عز وجل جعل هذا العمل العظيم على الأمم السابقة كما هو علينا، بل أخذ على ذلك المواثيق. قال الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أي وأحسنوا بذي القربى إحسانا. وقال جل وعلا يخاطب هذه الأمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فأمر الله الأمم السابقة وأخذ عليهم الميثاق، وأمرنا بذلك أيضا. ولا يخفاك ما تحكيه أو ما تحويه كلمة إحسان من المعاني حين قال وبذي القربى، أي وأحسنوا بذي القربى. وكلمة الإحسان كلمة شريفة جميلة تحوي المعاني العظيمة من الإحسان القولي والفعلي، وما يحتاج إليه القريب من الذب عنه والدفاع عنه وكف الأذى وغير ذلك. وجعل الله عز وجل صلة الرحم من خصال البر. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. قال في نهايتها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والبر شأنه عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فهذه أعمال تكون سببا لدخول الجنة بإذن الله جل وعلا. وقال جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يقول: آتهم حقهم الذي أوجبه الله عليك بغير تبذير ولكن بقدر الحاجة. ثم قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. يقول: إذا كنت غير قادر فإنك تستمهل إلى أن ييسر لك الله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أن ييسر الله لك من الأرزاق ما تصل به رحمك. فأحسن القول لهم والاعتذار
وقل لهم قولا ميسورا، أحسن الكلام معهم واعف عنا وسامحونا. وضعنا في هذه الأيام لا يحتمل التعاون معكم، وأبشروا بهذه العبارات الجميلة التي تصل إلى أعماق القلوب مليئة بالحب والمودة، ويعلم أقاربك أنك صادق في ذلك وأنك لست بخيلا عليهم. وقال جل وعلا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فجعل الله عز وجل إيتاء ذي القربى من أسباب الفلاح، والمفلحون هم الذين أدركوا المطلوب وأمنوا من المرهوب. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. فالمفلحون هم الذين نجوا بإذن الله عز وجل بأعمالهم الصالحة، ومن أسباب الفلاح ومن أسباب النجاح والفوز إيتاء ذي القربى وصلتهم. وحكم الله له بأنه خير، ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. في مقابل هذا يقول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالله أمر بصلة الرحم، وهذا قطع ما أمر الله به أن يوصل. والآية تكررت في سورة الرعد، فقال الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ففي سورة البقرة قال: أولئك هم الخاسرون. وفي سورة الرعد قال: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في هذه الآية بيان أن قطيعة الرحم من شأن الجاهلية ليس من شأن المسلمين. يقول: هل عسيتم إن كستم على أعقابكم وارتددتم عن الإسلام وتركتم اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترجعوا إلى ما كنتم فيه من قطيعة الرحم والإفساد في الأرض؟ وبين أن تلك حياة ملعونة وأصحابها ملاعين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويوم أن شرح جعفر بن أبي طالب للنجاشي دين الإسلام ذكر منه صلة الرحم، ويوم أن ذكر أبو سفيان لهرقل جوابا على سؤاله بماذا يأمركم قال: يأمرنا بالصلاة والصلة والصدق والعفاف. فذكر منها الصلة
وذكر له أمورا تخالف ما هم عليه في حياتهم الجاهلية. وكان أبو سفيان إذ ذاك لم يسلم بعد. نعم أيها المسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. هذا كلام من الرحم تخاطب رب العالمين. وجاء في بعض الروايات أنها آخذة بقوائم العرش، فهذا دليل على أنها رفيعة، أعني قضية الرحم، وأنها هناك تحت العرش وتستعيذ بالله من قاطعها. والله عز وجل يعدها بهذا الوعد العظيم. قال سفيان بن عيينة: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. وهذا إيضاح منه لهذه الكلمات التي في هذا الحديث القدسي: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وعدها الله عز وجل، وعدها الله بهذا الوعد الذي يدل على أن قاطع الرحم على خطر عظيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع. هذا تهديد عظيم. وبهذا استدل العلماء على أن قطيعة الرحم من الكبائر، من كبائر الذنوب. نسأل الله الهداية، ونسأله التوفيق، وأن يعفو عنا أجمعين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك ظهير من الله ما دمت على ذلك. هذا رجل قد بذل جهده في صلة الرحم، ولكنه قوبل بأرحام سيئين، فلم يعاملهم بما يعاملونه به، بل إنه قابلهم بضد أعمالهم. لهذا لا ينبغي أن تقول هم البادئون، ما داموا أنهم قاطعين فأنا أقطعهم،
ما داموا كذا فأنا أفعل مثلهم، لا. فهذا الحديث بين يديك. الرجل يقول إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. ولا يخفاك ما في الجهل من المعاني، وهكذا القطيعة وهكذا الإساءة، وهو يحتمل ذلك منهم، فمنهم البعد ومنهم الأذية ومنهم السب ومنهم الكلام الجارح إلى غير ذلك، وهو يقابل ذلك كله بضد ما يعاملونه به. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمراد بالمل الرماد الحار. يقول كأنك تضع في أفواههم الرماد الحار، لأنهم يريدون أن يستفزوه وأن يستفيروه وأن يغضبوه، ولكنه لم يمكنهم من ذلك رضي الله عنه. قال ولا يزال معك ظهير من الله، أي معين ونصير من الله عز وجل ما دمت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يقول إن بعض الناس إذا وصله أرحمه كافأهم ووصلهم، وإن لم يصلوه لا يواصلهم. فيقول ليس هذا هو الواصل، ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يرد الهدية بالهدية ويرد الإحسان بالإحسان، فإذا تركوا ترك، وإذا غفلوا غفل، وإذا قطعوا قطع. قال لا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه، رحم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أي أن أرحامك قطعوك، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه، أي أن الرحم هم الذين قطعوك، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها يقوم هو بالوصل. وبعض الناس يظن أن الأرحام مقصورون على الإناث، فهذا فهم خاطئ. فكما أن أختك من الأرحام فإن أخاك من الأرحام أيضا له حق، وهكذا ابن عمك له حق، وبنات عمك لهم حقوق، وهكذا بنات خالك، وهكذا عماتك وخالاتك وأعمامك وأخوالك، فإنهم أرحام أيضا ذكورا وإناثا. وهناك مفهوم خاطئ آخر، وهو أن من الناس من يظن أن صلة الأرحام على الرجال للنساء، وهذا فهم خاطئ، بل هو عام، فالأدلة تشمل الرجال والنساء. فالمرأة إذا كان عندها قدرة وأعطت أخاها هدية، أو أنها وصلت بصلة، فإن هذا من صلة الأرحام، وواجب عليها أن تصل أرحامها. وهكذا لو أرسلت إليهم بالسلام، أو اتصلت بالهاتف، أو زارت إخوانها، فإن هذا من صلة الأرحام، وواجب عليها ذلك كما هو واجب كما هو واجب على الرجال. ولكن كثر الكلام في صلة الأرحام على الرجال، لأن المرأة في الغالب مشغولة بخدمة زوجها وأولادها. وعلى كل حال الأدلة عامة هنا وهناك. أيها الناس، يدخل في صلة الأرحام من كانت الروابط بهم بعيدة،
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستفتحون بلاد مصر بلد يسمى فيه القيراط، فإذا فتحتموه فاستوصوا بهم خيرا، وفي رواية: فأحسنوا إليهم فإن لهم ذمة ورحمة. ويعني بالذمة أن أم ابنه إبراهيم من مصر وهي مارية القبطية، ويعني بالرحم أن أم نبي الله إسماعيل من مصر وهي هاجر، وإسماعيل أبو العرب. فانظر كيف ذكرهم برحم فيه آلاف السنين، فيه آلاف السنين، وذكرهم أن لهم رحمة. فمن قدر أن يصل أرحاما ولو كانوا أبعدين، ووسع الله عليه في مالك وأخلاقك ما تصل به تلك الأرحام، فهذا خير ونعمة. أيها المسلمون، ومن جملة صلة الأرحام أن تدعو أرحامك إلى الله عز وجل، وأن تعلمهم أمور دينهم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريشا فدعاهم فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. فهذه دعوة منه لهم إلى الله عز وجل. وهكذا أنت من جملة صلة الرحم أن تأمرهم بالصلاة، وأن تتفقدهم في توحيدهم وعبادتهم وأخلاقهم وأعمالهم وجلسائهم وأصدقائهم، فتأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر، وتأمرهم بما ينفعهم وما هم في حاجة إليه، وتحذرهم من المعاصي والآثام والمخالفات، وتحذرهم من جلساء السوء رجالا ونساء، وتبلغهم أمر الله جل وعلا، وأن تسعى في تعليمهم أمور دينهم بقدر ما تستطيع، واحذر أن تدخل عليهم شيئا من الشر. فبعض الناس يظن أن من صلة الرحم أن يأتيهم بالتلفاز، أو أن يستحدث لهم تلفازا أحسن من الذي لديهم، أو أن يأتيهم بدش أقوى من الذي عندهم. كل هذا من قطيعة الرحم، لأنه أدخل عليهم آلاف بل مئات الآلاف من الذنوب والمعاصي، وربما سجل في صحيفتهم ملايين من السيئات، ومثلها في صحيفته الذي هو السبب. وهكذا ربما أمرهم فيما بينهم بالاختلاط أبناء الأعمام والأخوال ونحو ذلك، وأنهم أقارب، فهذا من قطيعة الرحم. نعم معشر المسلمين، فالمسلم إذا أراد الخير لأقاربه وجههم إلى الخير ودعاهم إلى الخير ونصح لهم وذكرهم بالله جل وعلا. ومن قطيعة الرحم أن يزوج بنته أو أخته أو أي واحدة من قريباته على رجل فاسق، فضلا عن أن يكون كافرا والعياذ بالله. فبعض الناس ربما زوج ابنته على تارك صلاة،
وربما زوجها على رجل كثير المعاصي. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها. اعتبر ذلك من قطيعة الرحم. وهذه فتوى من الحسن البصري وهو من علماء التابعين، ولم نعلم أن أحدا من العلماء أنكر عليه ذلك. فلهذا معشر المسلمين، تخيروا لأبنائكم وبناتكم، تخيروا لأبنائكم نساء صالحات، وتخيروا لبناتكم أزواجا صالحين، حتى لا نقع في قطيعة الرحم، ولنحرص على ذلك غاية الحرص. نعم معشر المسلمين، وعلى كل حال فالمسلم في هذا الموضوع، أعني في صلة الرحم، يتعامل فيه بتقوى الله. فكما أنك تحب أن توصل فلا تقطع رحمك يا معشر المسلمين. بعض الناس يظن إذا دخلت خصومة بينه وبين أقاربه يظن أن صلتهم من الذل، وربما بقيت الخصومة السنة تلو السنة وهو لا يزور أخته ولا أخاه ولا عمه ولا عمته ولا أقاربه بسبب أن فيهم خصومة. ألا فليتق الله المسلم وليصبر على ذلك وليصلهم. ومشاكل أرض أو ميراث أو غير ذلك يسير في طريقه في المحاكم وغيرها، وتبقى أواصر الرحم موصولة، وتبقى المودة والمحبة موصولة. فمن قبل قبل، ومن لم يقبل فليكن حالك كحال الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. كن أنت المواصل، كن أنت الواصل لهم. فمن قابلك بالصلة فلك وله، ومن لم يقابلك بالمواصلة فلك وعليه. وقد أتيت الذي عليك وأتيت بالذي يلزمك، ومن قصر قصر على نفسه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.